هلا شباب، اليوم عندنا اللاب 8. اللاب 8 عالش دي يحكي دي يحكي عن موضوع كلش مفضل للدكتور مالتنا اللي هو الفيسس، الفضلات. لا اله الا الله وين ايش تبي تقول ايش قاعد افكر في ميدل جير اوف ريس. اوكي، عندنا اللاب اكزامينيشن اوف فيسس، بقى هم 8. حلو، انا ايش قد راح اسويها؟ راح اسويها 6. زين، عندنا اول واحد هو البي اتش. ياب البي اتش ايش تاخذ منه؟ شنو المهم هنا؟ اولا احنا نستخدم النيترايز بيبر، يعني هذا ورق يحسب لك درجة الحموضة مالته. الطبيعي 6 7 7.5. اوكي، اذا اقل من 5.5 هاي معناها فضلات حمضية. تمام، اوكي. عندك ال pH in the acidic. حلو، اذا الستول كان حامض فهاي معناها اكو اميبيا، اميبينك ديزنتيريس. هاي شنو معناها؟ هاي اذا كانت حامض تمشون الاميبيتك، اما اذا كانت الكالين قاعديه فمعناها باسيلو لوري ديزنتري. اوكي، الاسهال ابو الامبيتك يكون حمضي، ابو الباسيلوري يكون قاعدي. اوكي، يقول لك لو بي اتش شنو معناها؟ اس اي بي او اللي هو سمول بيلي بكتيريا اوفر جروث، اكو فد بكتيريا صار بلا معاه النمت. عندك اسيدك ستول يعني الفضلات الحمضية معناها اكو بروبلم بالدايجستيف، يعني اكو مشكلة بالهضم، يعني لاكتوز تولرنس انتولرنس. حلو، عندك الطفل يتغذى من حليب الام او الرضيع اللي يتغذى من حليب الام يكون الفضلات مالته مايلدلي اسيديك، تكون على حمضية. اوكي، هو يحمض الموضوع. عندك الكترولايت، الالكترولايت اللي هي الشحنات. انت تخيل انه الفضلات مالتك بيها كهرباء، فبيها NaA وبيها K. اوكي، NA هو الصوديوم، عندك الK هو البوتاسيوم، موجودة وين؟ بالستول. حلو، detect of osmotic gap. اوكي، بقى هنا عندك الاسموزية مال فضلات تكون مساوية للسيرم مال فضلات. انت تخيل تجيب جيل تيوب وتخليه بفضلات وتخليه بالسنترفيوج يفتر ويطق التيوب بمكانه، وتخيل ايش راح يصير. ثروة راح تجي، اريج راح تجي، تقوم يعيطون عليك. وثاني شيء، احنا ليش نخلي ستول بطن التيوب؟ عوفك من هذا الشيء. عندك الازموتيك جاب. الازموتيك جاب شنو هو؟ هو هاي المعادلة احنا عاد العفو ها ما قريتها، اللي هو السيرم مالتنا تقريبا 290 ملي جرام. اوكي، اذا تريد الجاب، الجاب اللي هو هذا القانون مالته. اوكي، الجاب يبين لك اذا عندنا هوايه ستول فمعناها ازموتيك دياريا، اما اذا كان قليل سمول سيكريتوري دياريا. نزل جوا عندك فيزيكال اوكولت بلاد او اف او بي، هو present hiding blood in the feces with it not appearance. اكو احتمالية انه اكو دم بداخل الفضلات بس ما مبينه. اوكي، فاحنا نقيسها عن طريق اشياء كيميائية، اما نشوفها بطريقة كيميائية او نشوفها بطريقة مناعية. تمام، فيقول لك اذا شفنا قليل من الدم موجود بالجرسترو انتستينال او بالامعاء الدقيقة مالتنا، فهاي احيانا تكون لو بالماوث الى المعدة. تمام، هاي شنو؟ هاي اذا قليل اكو دم، يعني اكو دم صار مثلا بالحلق ونزل للفضلات مالتنا او بالقولون. زين، اما الابر جاسترو انتستينال او اللور، اوكي، احتمال اكو قرح او سرطان مالجنسي. تمام، اكو تو تايب، الا اكو نوعين، اكو جاكيا اف او بي واكو اميونو اف بي او. اوكي، اكو واحد بالمناعه واكو واحد بالجلاكيا. ابو الجلاكا هو صار كيميكال، بعياته كيميكال. اما الاميونو شلون يكون؟ يكون مناعي، انتي بودي ذات انسرت ان ذا بلاد. اوكي، ابو المناعه يصير بالانتي بودي، اما ابو الجلاكا يصير بالكيمستري. ويليام عندك هذا خريط ما راح اخذه. نزل جوا عندك ريديوسينج فاكتور. ريديوسينج فاكتور اكو ثلاث علامات تدل على انه اكو ازموتيك دياريا. اول وحدة abnormal of sugar، اكو سكر بطريقة شلون اقول لك غير طبيعية، هو معدل السكر غير طبيعي. عندك ثاني شيء اللي هو
intestinal monosaccharide. اكو بداخل الامعاء اكو مونوسكرايد، اكو فد سكر احادي التسكر، روح مثل الجليكوز او ايا كان. اكو همين شنو فيروس او باراسايت، اكو فد بكتيريا باراسايت طبت الجسم او ايا كان، او فيروس موجود. اوكي عندك البرودكشن سوليوشن اذا ميكسد وذ ايكوال اماونت اوف ستول اند هيت، يعني هو عباره عن تيوب او هو عباره عن سائل ينخبط ويا الستول مالتنا بالتيوب ويتم حرارته لحد ما المكونات مالته راح تعطي لون اللي هو الجرين براون. اوكي الشيء الايجابي بهاي المزمن انه ماكو صور، تتخيل لو اكو صور تجي انت تبحث وتلقى الصور مالتها عندك والتصايم من خرب. ان عندك فيشال فيكال كال بروتكشن بروتين. اوكي شنو هذا الكال بروتين؟ هو عباره عن بروتين، هذا البروتين موجود بالمناعه وموجود بالانتي بايوتيك وعنده انتي لافيتور. اوكي يابا شو يسوي هذا؟ هذا يزيد اذا يعني اذا كانت نتيجته بوزيتيف هذا يزيد من الانفكشن ومن الالتهابات ومن السرطان، وعامة هو يساعد على افراز النيتروفيل والمونوسايت على مد يحاربون الالتهابات واللي يصير هنا. نزل جوا والله بزعنا عندك الفات ان ذا ستول يابا سيت اريا سيتيا اريا، يعني شنو فات ان ذا ستول؟ هذا تعريف هذا. اوكي يقول لك ازدياد بالفات ازدياد بالدهون بالستول. اوكي without breakdown and absorb the properly and maybe malabsorption، اكو احتمال انه خلل بالامتصاص موجود او عدم تكسر الدهون او ايا كان عدم امتصاص او عدم تكسر. حلو فهاي شنو معناها؟ اكسو كرونيك اوف بنكرياتيك انفيشنس. اوكي اكو نقص بالانزيم مال بنكرياس عم يطيلون، وعندك سيلياك ديزيز، عندك تروبيكال سيريال، هاي الامراض الاحتمال تيجي بالفات ان ذا ستول. اوكي ارقام ما احفظ ما بيها. نزل جوا عندك نالاب اكزامينيشن فيسيس، احفظ اربع لا دوخنا ولا دوخك ولا اي شيء. هسه مثلا اللي انا اشوفه راح يجي هذا راح يجي، مثلا هليكوبتر دائما يجي. عندك بعد شنو ها انتي اميباك ستول يجي ما اوكي بعد منو رايترو. حلو هو مكتوب رايترو فيروس بس هو شنو هو؟ اتش اي في، هذا اتش اي في يعني مال مناعه. حلو يجي ينصب علينا يكتب لنا راتيو. المهم عندك ستول كالتشر يابا الستول سيلكتيف تمام يابا شلون نسوي باللوب فدي ار يا ستول. عندنا اربع انواع بكتيريات موجودات فتختار اللي يعجبك اخي لا اريد اتعبك ولا تعبني. عندنا الاجر، عندنا ماكونكي اجر انهبيتيت ان ذا جرام بوزيتيف، بالجرام بوزيتيف موجوده ويفرق لك بين بين اللاكتوز والنون لاكتوز. عندك الاكس ال والاس اس، وعندك الهون كون انكتراك اجر ما ادري شنو هذا الاسم الفظيع. هما ثلاثة يابا شي يسوون يفرقوا لك بين السلمونيلا والشيجيلا، هذول الثلاثة يسوون لك شيجيلا وسلمونيلا يفرقوا لك بينهم. عندك الفيروس سولوفلايت سيرايت بيلت سولت سكرو تي سي بي اس، هذا كل شي يسوي الفيبوريو كولوريا كولورا كوليرا كوليرا اي فيبورو كوليرا. عندك سوربيتو ماكونكي اغا يابا شنو الفرق بين المكونك العادي هذا بي سربتول؟ السربتول يبقالك نوع مميز من الإيكولا اللي هو صفر صفر أو O 157 و H 7. أوكي إن كان هذا الصور لازم تحفظها. تحليلات سبع تحليلات.